قصة جديدة ضد طلائع الجيش يا أحمد. طلائع الجيش لعبناه في أسبوع أو في 10 أيام في 10 مرتين، أيام فبالتالي المباراة الأولى كانت البداية بعد استراحة نادي الزمالك، إن أنت استريحت أسبوع تقريبا قبل مباراة الطلائع، وبالتالي لعبت مباراة الطلائع بشكل جيد جدا. دي كانت البداية، ومن بعدها مباراة داخلية. الداخلية، ودلوقتي هترجع تلعب الطلائع تاني. الراجل، بس انا سؤالي في الاول، الراجل ادى يومين اجازه امبارح واول تمام والنهارده، انت عارف تمرينه خفيفه تمام والمعسكر تمام والمباراه. الناس سالتني في اول الكلام يعني على الصفحه، قلت لهم يا جماعه والله هو بس مليون في المية مفيش حد خد اجازه. قال لهم ايه؟ روحوا اعملوا ساونا وجاكوزي وبتاع كل واحد جنبه كل واحد او في في مكانه. البانيو عندك في تمام البيت زي ما احنا كنا بنعمل، وكان بيتقال لنا تعمل تقويات في البيت ممكن عادي وانت موجود وريح وتعالوا لي بعد بكره، لانه مفيش حاجه هتعمل، ده اللي هيتعمل في النادي. بالظبط بالظبط. هو في الاول وفي الاخر لازم تعرف ان دلوقتي احنا في فتره نهايه الدوري دي ما بيبقاش فيها احمال خالص، تبقى العمليه كلها يعني حتى اللي بيجي يعني اللي بيلعبوا ما بيبقوش متواجدين، بيخش يتدلك يجري 10 بالظبط. دقائق يتدلك وخلص الكلام. اللي بيبقوا متواجدين بتمرين نص ساعه 40 دقيقه وخلص الكلام. مصلحته دلوقتي في الراحه اجيب اللعيبه واخرجها واجيبها من بيوتها وانزلها التمرين وترجع تاني و و و ولا اللعيبه تبقى قاعده في بيوتها مريحه وهو يضمن ان هي تبقى قاعده مريحه؟ هي دي النقطه. فهو الراجل بيدور على اي فتره راحه، زي ما انت خدت في الاسبوع الراحه اللي انت بتقول عليه دون بتاع المباراه اللي مباراة ما الزمالك اتلعبتش مباراه الزمالك وفرقت معاك. احنا كنا بنكسب قبل المباراه دي فرق جون 2-1 1-0، الماتشات كانت بتبقى صعبه وتعب وارهاق على اللعيبه. اتضح الفرق في القوه والسرعه والناحيه البدنيه في الماتشين اللي بعديهم الطلائع والداخليه. بس يعني ايه يمكن اللي ساعدنا في المباراتين ان احنا سجلنا بدري. صحيح. المباراه الثانيه بس انت بتسجل وبتضغط يا هو احمد، ده هو ده اللي انا لسه هقوله لك. طب اتفضل. بدنيا انت بتجيب، بس قادر بعد كده ان انت تكمل وتضغط وتجيب تاني. ده ما كناش بنلاقيه. لو تفتكر الماتشات اللي قبل الاسبوع اللي هو بتاع مباراه الزمالك كنا بنجيب تكسب جون 1-1 لا 2-1 لا في الدقيقة 90 تجيب جون وتبتدي تمسك كرة في نص الملعب عشان مش عشان قادر. مش قادر توصل الناحية التانية تهاجم. الكلام ده اتغير تماما مع بداية مباراة الطلائع الأولانية واتضح جليا في مباراة الداخلية. يبقى الموضوع كان عايز إيه؟ كان عايز راحة. طب لما الراحة عملت فينا كده، طب ما انا اريح اللعيبه برضو واديها يوم ولا خصوصا اتنين ان انا ما بعملش يعني ما بعملش اي حاجه. التمرين ما فيهوش التمرين في مثل هذه الاوقات، حضرتك قول لي برضو بيبقى ازاي. طبيعي جدا ان هو ما فيش اي حاجه. اللعيبه اللي لعبت 90 دقيقه غالبا بتريح خالص يعني، او حتى ساونا بتيجي جاكوزي تيجي ساونا وجاكوزي تحط تلج بتاع تعمل تقويات 5 على 2 شكرا سلام عليكم 10 12 دقيقه تجري حوالين الملعب ممكن 3 لفات ولا لفتين وخلاص خلص الكلام. اللي بره بيسخن ويعمل 4 على 2 وتقسيمه صغيره وخلص الكلام. شكرا. ما اقدرش ولا اعمل ما اقدرش اعمل اكتر من اي ما اقدرش اعمل اي حاجه. ما فيش اي احمال تتعمل. طب يبقى انا في وقت من الاوقات الراحه اهم من التمرين، واعتقد هو الراجل ماشي بهذا المنطلق. وخلي بالك لو مشينا على نفس السيستم اعتقد اي يوم هيبقى عندنا الفرق 4 ايام ما بين المباراه والمباراه هيحصل ده. ممكن يعمل ده برضو تاني. يدي 4 ايام مش 3. لا 3 مش هيقدر مش هيقدر يدي يوم واحد برضو مش هيقدر. لا بس هو عمل كده على فكره، هو ادى يومين وهيجي النهارده اللعيبه اتمرنوا ما 3 ايام دي هيبقى يوم بعد المباراه. تقصد اليوم الثالث سفر الماتش. مثلا خلي بالك اللي ماتش. فارق معانا برضو ايه؟ ان انت المباراتين هنا في القاهره. لا واليوم الرابع ماتش. اليوم الرابع هو ده اللي انا بقوله ان الفرق مش الثالث. لا الفرق 3 ايام يعني المباراه في اليوم الرابع. فهيديك مساحه ان انت تدي اجازه، انما لما يبقوا ثلاث يعني يومين والثالث الماتش لا هتبقى صعبه شويه. اللي هيفرق معاك كمان ايه؟ لو في سفر برضه هتبقى المشكله ما فيهاش اجازات. لازم تيجي بدري شويه. لازم تيجي بدري شويه عشان تريح. فهي هتفرق كتير. فانت برضه هي بتبقى حسابات كده معينه. انت لو انت مسافر الماتش اللي جاي واربع ايام ممكن ادي يوم واشتغل 2 والتالت اسافر. صحيح. انما 3 ايام وهسافر 3 يوم استحاله. استحاله. فهو برضه ليها حسابات. هو انا بسال ليه السؤال ده؟ لانه ناس كتيره جدا سالتني هو ينفع يدي يومين اجازه؟ فبقول لهم يا جماعه ده على فكره هو اليومين بيبقوا اجازه بس اللعيبه بتيجي النادي. فهو ما جابهمش النادي. وجوم ولا ما جوش اللعيبه دلوقتي محتاج. انا زي ما بقول لك محتاج الراحه اكتر من التدريب. حتى اللي ما بيلعبش الضغط العصبي والنفسي والضغط بتاع الملعب لا محدش حاسه. فالراحة بتاعته في البيت بتبقى أحسن 100 مليون مرة من التدريب. عشان كده محدش يقدر يحدد فترات الراحة
غير الراجل المدير الفني والمعد البدني اللي معاه، لان هو اللي شايف بالظبط، هو اللي عارف، هو عارف فوزي لعب قد ايه، اسلام لعب قد ايه، بالزبط. كل ده بالظبط. لا وهو مقسمها، هتلاقي ماتشات بيخرج امام في الدقيقه 60، ماتشات بينزل مثلا قفشه في الوقت الفلاني. احنا فهمنا دلوقتي ان هو لما بيجيب ثلاثه خلاص بيريح الناس اللي هي اشتركت فترات كبيره، ودي حاجه ميزه كويسه جدا ان انا اقدر ابقى قاري الوقت اللي قدام. لما ابقى مضغوط ده بقى موضوع تاني بقى، وعايز اكسب وبتاع، فانا ممكن اضحي وادي اللعيب ده مثلا 80 85 دقيقه والماتش اللي بعده ما ابتديش بيه، ما هي برده بتبقى حسابات عشان انا خايف حد يتصاب، اللي هيتصاب مني دلوقتي. لا وعندي ماتش الطلائع غير ماتش البيراميدز غير ماتش الزمالك غير ماتش الاسماعيلي، هنخش على الليفل هيبقى اعلى شويه، اعلى شويه. يعني احنا لحد ما خلصنا المباريات اللي هي شبه ليفل اقل، ليفل اقل، انما انت هتخش على الصعب شويه، ليفل اقل فنيا طبعا. لا ما كانش في لا معلش لازم اصل دلوقتي الاحسن ان انت تقول الموضوع واضح، عشان ما حدش ياخد الكلام. الليفل اللي هو الممتاز فنيا. اصل هو يقول لك ايه، يقول لك اما بص بيتريقوا على فنيا، والله ولا تريقوا ولا حاجه. لا يا عم وانت فنيا، ما احنا بنقول فنيا، احنا بنتكلم كوره. نقول في الجدول الفرق الاقل في اللي مكانها متواجد في الجدول تحت، احنا خلصنا منها داخلين على الفرق اللي في، على الرغم من ان الماتشات اللي بتبقى الفرق بقى اللي بتنافس ان هي تفضل قاعده في الدوري الممتاز بتبقى اصعب بكتير، اصعب بكتير، اصعب من ان انت تلعب بيراميدز وتلعب الزمالك وتلعب الاسماعيلي بكتير. اوكي العشوائيه والحرب على النقطه، وان انا اقعد بنقطه واكسب الاهلي او اتعادل مع الاهلي بتبقى قاتله. بيبقى كل تفكيري انا نازل الجيم ده مش عايز اخش فيها جول. فدي بتبقى اصعب من الفرقه اللي بتلعب معاها كوره والجيم مفتوح. صحيح، لان انا هروح وهي هتروح. فالكفاءه هنا بتبان، انما فرقه قافله الملعب والجيم مقفول، فانا بقى محتاج بقى حاجه. خلي بالك، ودي يمكن ما شاء الله من الميزات في المباراتين ثلاثه اللي فاتوا، الشوتنج اللي من بره ال18، كل الفرقه اللي بتيجي تعمل عليها بلوك، احنا عندنا دلوقتي الشوتنج كتير، معظم اهدافنا بنجيبها من بره ال18 بالشوتنج. يمكن السوليه وقفشه وامام وحسين يعني في ناس كتير قوي شاطت الفتره اللي فاتت كتير جدا، ولو الماتش اللي فات تحديدا انا اعتقد كان 22 تسديده من بره ال18. 22 تسديده ده رقم، ده رقم كبير. فانت لازم الكلام ده هو اللي انت هتتبعه في الفترات اللي جايه، انما مع الفرق المفتوحه اعتقد ان انت توصل اكتر هيبقى اسهل لك بكتير. طيب بما اننا بنتكلم عن النواحي التكتيكيه والخطط التكتيكيه، هناك خطط تكتيكيه اكيد ما بين مارسيل كولر او مواجهه تكتيكية.